بايديه وبسنانه، وزي ما احنا عارفين ان دايما ربنا ما بيضيعش مجهود اي حد. يعني الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره، انا قلت ان حضرتك تعبت جدا، يعني ما كنتش بتنام على يعني اللائحه والبنود وتغيير البنود والمناقشه مع الاعضاء، فبالتالي في الاخر ربنا عمره ما هيضيع مجهود حضرتك، وبالتالي كان في عدد من اعضاء الجمعيه العموميه وتم اعتماد اللائحه، فالف الف الف مبروك. اولا اي مجهود بيبذل للنادي الاهلي ده حاجه بتشرفنا طبعا. والنادي الاهلي هو اللي بيدينا، فيعني هو ده النادي الاهلي اللي بقيمته بعطائه باللي اضاف لسمينا كلنا هو النادي الاهلي. الحاجه الثانيه طبعا يوم جميل من ايام النادي الاهلي، زي ما كان كابتن خطيب بيقول على دي تاني جمعيه عموميه تقر لائحه للنادي الاهلي من 99 سنه بالظبط. خلال المشوار ده كله كانت لائحة اخرى من خلال الجهات الاداريه، يذكر للقوانين للقانون الرياضي الجديد ان هو خلى فيه عظم دور الجمعيات العموميه من خلال ان الجمعيه العموميه تضع لائحتها. النهارده الحمد لله وفاصل للنادي الاهلي، لان اي نتيجه مغايره للنتيجه اللي كانت حصلت كان هيستمر تطبيق اللائحه الاسترشاديه عن النادي الاهلي، اللي هي لا تلائم لا اوضاع النادي الاهلي ولا اوضاع اعضائه، ولا هو ده اللي يلائم المستقبل ولا الانطلاقه اللي احنا عايزينها للنادي الاهلي. يوم اكثر من حافل، يوم جميل بتنظيمه بجماله. الخيمه طول النهار الحمد لله فيها عدد كبير جدا، وفي نفس الوقت في تنظيم مدي مساحه كبيره من الحريه لاعضاء الجمعيه العموميه هم بيتحركوا. اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي كعهدنا بيهم، هم لهم كل على طول اول ما النادي بيكون في طلب ليه او بيناديه من النادي الاهلي على طول بيكونوا موجودين. حتى لو في اختلاف يا استاذ طارق دايما اعضاء الجمعيه العموميه يكونوا دايما متكاتفين وفي ظهر النادي الاهلي. النادي الاهلي عمره ما الحمد لله بيبقى خلافه غيره، انما عمر ما كان في ابناء النادي الاهلي فيهم. بالعكس النهارده شفت اجواء كثيره من سواء من ناس دايما مؤيدين للمجلس او في بعض ابناء الاهلي واعضائه لهم الحق في بعض انتقاداتهم، كله كان موجود بيجمعنا مظله النادي الاهلي. بالعدد اللي جه ده بيلقي علينا كمجلس اداره كمان مسؤوليه اكبر، يعني مش عايز اقول ده بمثابه اكيد ثقه او تجديد ثقه في المجلس، فقدامنا انطلاقه ان شاء الله وشغل وكم من العمل الجاد اللي هنبدا نعمله. يعني خلال الفتره اللي فاتت المفروض الكابتن خطيب موزع المجلس فيه كل واحد فينا اختار مجموعه من المشاريع اللي الكابتن عرضها، مشروعات كتيرة قوي تهم النادي الأهلي في الحاضر بتاعه وفي مستقبله، تنطلق نحو للنادي نحو أفاق كتيرة جدا. النادي الأهلي يمثله أعضائه وجمهوره، اللائحة اللي اتحطت الحمد لله وتم الموافقة عليها في رابطة المشجعين اللي هي تضمن الضوابط للنادي الأهلي أن يكون دايما مشجعينه زي المفروض دايما يكونوا جماهير النادي الأهلي، أنها دايما تكون ملتزمة. فاحنا اللي برضه اللائحة كانت مهمة في الحتة دي، احنا حطينا رابط المشجعين بند بتفاصيلها بحيث دايما يكون لها الضوابط من خلال النادي، بحيث طالعه من بطاقه النادي الاهلي بقيم وتقاليد النادي الاهلي. في النهايه بقول ان ما زال النادي الاهلي عطاء، ما زال النادي الاهلي الحمد لله يضرب المثل بريادته زي ما هو كان مؤسس للحركه الرياضيه في مصر، النهارده برضو بيدي مثل في مشروع تم بخريطه طريق اكثر من رائعه، يعني على مستوى المفكرين في مصر قعدوا يعني الحمد لله في كم من الاشاده والمدح بالطريقه اللي حصل بيها طرح مشروع اللائحه. وصلنا ان الاعضاء الجمعيه العموميه هم اللي حطوا لائحتهم، هم جايين يصوتوا على الكلام اللي على واللي حطوه بند بند، يعني التصويت النهارده كان على كل اللائحه يا نعم او لا، انما طول الفتره اللي فاتت كلهم صوتوا على بند بند. صح. اتغير اكتر من 53 بند في اللائحه بناء على راي الاعضاء الجمعيه العموميه. بنكرر تاني وتالت لم يكن يحكمنا غير رغبه اعضاء الجمعيه العموميه والنادي الاهلي ان يكون الحاجه اللي بتتعدل لصالحهم ولصالح النادي، وانها تكون متوافقه مع القوانين ومع الميثاق الاولمبي والاحكام الدوليه. 87% بسم الله ما شاء الله، اكيد 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 نسبه بتبين كلام حضرتك ده ان اعضاء الجمعيه العموميه جايين يصوتوا على الكلام اللي هم تناقشوا فيه. كلمه بقى من حضرتك للاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، تقول لهم ايه في الاخر بعد بسم الله ما شاء الله اعتماد اللائحه باكتساح؟ هو بس مش تناقشوا فيه، ده هو في حاله من الحراك كانت شغاله لغايه، انت كنت امبارح بالليل في النادي شفت الحراك اللي كان شغال برضو الحمد لله، ان بعض الايه حاجات كانت عايزه توضيح من اعضاء النادي، وقعدنا معاهم ووضحت، وكان الحمد لله في تجاوب ان هم
يعني فاهمين كويس جدا ان هم اللي حطوا البنود دي، وان البنود دي تهمهم وتهم مستقبل النادي. تمام. حضرتك كنت بتسال على، لا انا عايز كلمه من حضرتك اخيره لاعضاء الجمعيه العموميه كده بعد الفوز الكاسح او بعد نسبه التصويت اللي تمت ان الحمد لله بنجاح 87% كده، بقى من حضرتك لاعضاء الجمعيه العموميه. اعضاء الجمعيه العموميه اللي كانوا واقفين في وسطنا، وكم من الحفاوه الغير طبيعيه، ويعني احنا المفروض احنا نشكرهم على ان هم تعبوا نفسهم وجوم. هم النهارده هم اللي بيشكرونا، النهارده عمالين يشكرونا على ان التعب اللي حصل في اللائحه وي وي وي. فتحس ان اعضاء جمهور النادي الاهلي هو هو نفس جينات النادي الاهلي. صح. كل واحد فيهم حاسس ان هو حتى لو اتشكر ده ما ينفعش، لان النادي الاهلي اعلى مننا كلنا، وان كلنا ورا اسم النادي. صح. الاهلي. وان شاء الله سيظل اسم النادي الاهلي هو النادي الاهلي بريادته، بتقاليده، بلايحته الجميلة اللي فيها كل إبداعات الحمد لله طلع من أعضاء جمعية عمومية، فيها مثل لكل حاجة، يعني لايحة جامعة كل حاجة، وبرضو لايحة فيها آليات تعديلها. يعني قلنا قبل كده أن ممكن مع مجريات الأمور قانون يتعدل فيه حاجة، لا، في بنود اللي هي تمكننا من تعديل اللايحة في أي وقت من خلال برضو الجمعية العمومية. استاذ طارق بشارك شكرا جزيلا والف الف مبروك. مبروك لكل الاهلاويه على اليوم الجميل ده. ربنا يخلي حضرتك. لسه مكملين معاكم باقي اللقاءات اكيد، مع يعني يوم عرس كبير جدا لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، ويعني اعتمادا لائحه النظام الاساسي، ولسه موجودين معاكم على قناه الاهلي ومزيد من اللقاءات. بسم الله الرحمن الرحيم.